جبرائيل أعطاه تفاحة، هسه جماعة يقولون تمر لكن تفاحة، أعطاه تفاحة، يقول رسول الله أمرني أو قال لي، قال لي رسول الله أشرف، ها قال لي جبرائيل يا رسول الله إن العلي الأعلى يأمرك أن تفلقها، أول شمها شمها، طبعا التفاح مستحب أول شنو الشمها اللي بتاكله، هاي سنة صارت، شمها رسول الله قال افلقها، افلقها يعني شنو اكسرها سويها نصين، يقول ففلقتها فشع منها نور وصل إلى عنان عرش الله، تبين على أن العرش فوق الجنة، ها تبين على أن العرش وين فوق الجنة، قال كلها يا رسول الله، يقول رسول الله فأكلتها فلم أكل أطيب منها، أطيب من هذه لم أكل، قلت حبيبي جبرائيل ما هذه؟ قال انعقدت في صلبك نطفة فاطمة الزهراء. ولهذا تقول ذيك، تقول كانت فاطمة الزهراء إذا دخلت يقوم لها رسول الله إجلالا. ترى اليوم اليوم وفاة النبي بعد مولانا هذه الليلة أول مظلومية للزهراء، يقوم لها النبي إجلالا ثم يقبلها ويكثر من شمها، تقول له يا رسول الله أما كفاك تقبيلا وشما من فاطمة؟ يقولها إن ابنتي فاطمة حوراء يعني من السماء إنسية خلقت من ثمار الجنة، كلما اشتقت لرائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. شنو هالعظمة هاي؟ شنو هالعزة؟ شنو هذه الكرامة لفاطمة الزهراء؟ هذا إعجاز